نجم الجيل رفعت اسماعيل دكتور امراض الدم والتحليل في جامعه القاهره في الزمن الجميل. بيطلع يوم عيد ميلاده الاربعين على مكتبته في الجامعه وهو لابس بدلته الزرقاء التي تجعله فاتنا، وهو بيفكر مع نفسه كده وبيدندن ويقول: لا اظن ان هناك ما يسمى بعالم ما وراء الفظيعه، استغفر الله العظيم. بيقابل رفعت ماجي ماكلوب صاحبته من اسكتلندا اللي كان بيحبها زمان واللي جت مصر اخيرا بعد 15 سنه ما شافوش فيها بعض، وهو ما اتفاجئش عشان هي دايما عايشه في قلبه وتراره وكده. وبيتمشى وبتقول له انها جايه في بحث تبع جامعتها بعد ما اتطلقت. قال لها: اتطلقتي بجد؟ دي الطبيعه دي مريعه. بيعرض رفعت عليها انها تيجي معاه عزومه غدا للاسره عند رئيف اخته، وما بيقولهاش انه خطب وان هويده خطيبته هتبقى هناك. واول ما بيدخل عليهم بماجي بيقول: ايه رئيف، انت جايبه تورته ومكلفه نفسك مش تقولي؟ بدل ما انا متاخر كده عشان كنت بجيب لكم حلاوه المولد. بيتجاذبوا اطراف الحديث وبتحاول هويده ترضيه وتراضيه وتاكله وتسقيه لاجل ما يفضلها قلبه وتقعد فيه. وبتقول الهام مرات مدحت اخو طلعت جوز رئيفه اخت رفعت: عارفين مين اول حب في حياه رفعت؟ فمدحت قال: شيراز. فقالوا: شيراز؟ أم النور باظ. وبتبدا غارة عسكريه فبيستخبوا في البدروم وبيتوه طه ابن رئيفه فبيدوروا عليه. على صعيد اخر بيبتدي رفعت يستعيد ذكرياته وهو عنده 11 سنه في المنصوره زمان، هو والصحبه الكريمه، لما راح عند بيت الخضراوي ولقى ذات الرداء الابيض واقفه هناك وبتقول له: هاي انا شيراز، تحبوا تلعبوا معايا استغمايه؟ قال لها: انت عارفه انك احلى من النسخه اللي في الروايه. وبتدخلهم بيتها وبتستضيفهم وبتجيب لهم عصير وجيلي لونهم غريب كده، فبيقولوا لها: ايه ده العصير شكله باي. فبتقول لهم: ما تقولوش بايظ، ده بس مستوي. وتاني يوم بيلعبوا سوا فبتقول: انا نفسي في توت من الشجره دي. فبيقول لها: لو ده هيثبت لك انك ايه، بحبك يا شيراز. فبتقول له: الله انت بتضحك قوي. وبتروح تشرد له وتحكي لاصحابه ان رفعت عايز الدندو. وفي يوم بيروح رفعت لوحده لشيراز اللي بتعيط وبتقول له: كلهم سابوني. فقال لها: انا جنبك لو محتاجه اي حاجه. قالت له: يعني اي حاجه هطلبها منك هتعملها لي؟ اي حاجه اي حاجه. فقال لها: شيراز انا لسه ما بلغتش. وبتلعب معاه استغمايه وبتجرجر جاره للسطح وبتطلب منه ينط لها. فبيقول لها: لو ده هيثبت لك انك ايه، بحق ما شربش عندك برتقان. وبيكتشف ان شيراز دي اصلا عفريته وبيحلفوا على المصحف انهم مش هيروحوا بيت الخضراوي ده تاني. بينقذ رفعت طه اللي شيراز طلعت له ووقفته على السطح نفس الوقفه من غير ما يعرف السبب. وبعد ما اليوم بيخلص وفي الطريق ورفعت بيوصل المزدتين، بتفكر ماجي وبتقول لنفسها: يا ترى هي دي السبب انه منفض لي كل الفتره دي؟ وبتفكر هويده وتقول لنفسها: يا ترى هي دي بقى اللي مخليه ما بيحبنيش؟ وبيفكر رفعت وبيقول لنفسه: يا ترى مين فيهم شعرها حقيقي ومين فيهم باروكه؟ وبيوصل ماجي وهناك بتقوله للابد. فلها قالت له: هتفضل تحبني الأبد؟ فقال لها: وحتى تحترق النجوم وحتى تفنى العوالم وحتى. فقالت له: طب اقطم بقى عشان هي ابتدت تغيم وشكلها نهايه العالم فعلا. سحابه سوداء تحجب شمس القاهره، بيبتدي ينتشر وباء غريب في البلد وبتختفي الشمس. وبيرجع رفعت في يوم بيلاقي حضره الضابط ماهر مستنيه ويقول له: انت مش جالك استدعاء رسمي؟ فرفعت قال له: اه جالي استدعاء. وبيطلبوا منه يساعد في تشريح جثه مومياء فرعونيه. فقال لهم: قانون ميرفي رقم 1، انا دكتور امراض دم مش تشريح موتى. فقال له ميرفي: ده قانون ميرفت اسماعيل، انت هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ فرفعت قال له: اه هشتغل. بيتسبب تشريح جثه الفرعون في موت كل الناس اللي شاركوا فيها ما عدا رفعت اللي اللعنه بتعمل تويست وبتروح لهويده اللي بيطلع لها عز الدين شقلباظ. وبيروح رفعت البيت فبيلاقي شخص طوله قد عرضه ويقول له: انت حي؟ كله مات، دورك جاي. وبيفضل يشرح له ان الروح الغير مستقره اللي في الفرعون الاسود هي اللي بتعمل كده، وبيطلع له شخشيخه ويقول له: دي اللي هننقذ بيها العالم. وبتوصل هويده لبيت رفعت فبيطلع لها اين اشيائي وبيقول لها بخ، فبتقول له يما. وبيحاول رمزي انه يطرد الروح شريرة بالشخشيخة اللي بتخلي عم عز الدين ده يشخشخ على نفسه، فبيسيبها ويمشي. بيكتشف رفعت وماجي والمربع ازاي يقضوا على لعنة الفرعون، وبيودي الموميا للمكان اللي نفسها فيه وهتموت عليه. وبتتحل كل مشاكل البلد، والشمس بتطلع والوباء بيختفي، وبتكسب مصر حرب اكتوبر. وبيروحوا لهويدا المستشفى، وهناك ماجي بتقول له: للابد؟ ها هتحبني للابد؟ قال لها: وحتى تحترق النجوم وحتى تفنى العوالم وحتى. فبيدخل الدكتور يقاطعهم ويقول لهم: هويدا حالتها صعبه ومش هتفوق يا جماعه الا بظاهره السيلفي ومن نادره. بيسافر رفعت لمؤتمر طبي في ليبيا مع ماجي ليديز فيرست، وبيقابله هناك لوي زميل الدراسه، وبيسافروا في الصحراء عشان يجيبوا النبته اللي فيها الدواء. وبتقول ماجي رفعت: انا مش عارفه ازاي كنت هسافر لوحدي وانت مش موجود. وبيسهروا بالليل فبتقول ماجي لوي: انا مش عارفه كنت هنام في الصحراء ازاي وانت مش موجود. وفي عز الليل مره واحده لوي بيقول لهم: ايه ده، ده العساس حارس الكهف اللي فيه النبته. فبيتخض رفعت ويبص له: ايه ده، هو ده العساس؟ يعني ينفع طيب اللي بتعمله فينا بالجرافيك الجبار ده، ولا هو الحلوين علشان حلوين يعملوا كده اهو؟
وبيبتدي برنامج الرسام يطاردهم لحد ما بيقع في الرمال المتحركه وبيخلصوا منه. بيفضلوا ماشيين في الصحراء اللي سبحان الله ما بيعرقوش فيها نقطه ميه واحده عشان الاستوديو اللي صوروا فيه كان مكيف وكده، بس عادي يعني الفايكنجز كانوا في قلب المطر وهدومهم ناشفه فما تدقش. وبيروحوا الكهف وبياخدوا النبته وبيدخل عليهم الرسام تاني فبيفجروا الكهف غصب عنهم وبيترموا بره. فرفعت بيقول لي ماجي بيبي اديلي الباروكه. بتفوق هويدا بعد ما اتحقنت بالنبته بتاعت رفعت اللي قبل ما يسافر كان قاعد بيقول لها فوقي وهنتجوز، فوقي وهخليكي اسعد انسانه في العالم، فوقي وهنضرب بعض بالمخدات، انت فوقتي انا اسف. فبتروح له ماجي وتزعق له وتقول له انت سبت هويدا ليه؟ ها قال لها قولي لي الاول انت اتطلقتي ليه؟ فقالت له اخاف الا اقيم حدود الله. وبيجي له تليفون مره واحده وبيقول ايوه يا نجات، الو الو يا حاج اسماعيل رد، الو يا حاج. وبيطلع رفعت على البلد ومعاه ماجي عشان يطمن على امه لا يكون جرى لها حاجه، فبيلاقيها سليمه وبايظه زي ما هي. وبتقوله نجات مرات رضا اخوه ان اخوك ندهته ونداها وهو لباها. قال لهم لا لا علميا مفيش نداها ولا حاجه، اصل ده نداء عادي يعني، واللي يسمعه يسمعه واللي يلبيه يلبيه والبقاء للعلم. فبيروح رفعت الوحده الصحيه وبيقابل كمال الدكتور النبطشي اللي هناك اللي بيوري له سجل الناس اللي اتندوا قبل كده. فرفعت قال له كل دي رجاله ربنا يديها الصحه، وبياخد منه الادويه. وبيرجعوا البيت وبيلاقيهم جايبين الشيخ ابو سميح الدقهلاوي اللي بيقول اننا لازم ندخل السيخ المحمي في صرصور ودنه عشان النداها تحل عن سماه. فبيطردوا رفعت، وبعدها بشويه بيسمع صوت بيقول له رفعت، فبيقول انا النداها بتندهلي. فبيلاقي ماجي في وشه بتقول له لا انا اللي بنده يا رفعت، ما انا بتكلم كده من اول المسلسل مالك فيه ايه. وبعد كده بيطلع هو وكمال وماجي يدوروا على النداها، فبيسمع صوت بيقول له رفعت، فقال لها خير يا ماجي. فلقى النداها في وشه وبتقول له انا النداها يا راجل مالك مش فاكرني ولا ايه. وبيلاحظ انها شبه البنت بنت الشيخ النصاب، ويقوم كمال يديله الحقنه المنومه عشان ما يروحلهاش، ويروح يربطوه جنب رضا اللي بيقول له منور يا سيد الرجاله. بيهرب رفعت وبيكتشف ان الشيخ صلاح كان ليه بنت تانيه وقتلها ورماها في الترعه، فمن ساعتها عملت كارير شيفت واشتغلت نبطشي وبقت تنده على الناس بالليل. وبيقرر رفعت ينزل الترعه ينقذ جثتها من الغرق عشان تنتهي لعنتها، وفي نفس الوقت شيراز بتظهر لعم رضا وتفكه عشان يروح يساعد اخوه. فبينزل له الترعه ويساعد رفعت ويقول له اطلع انت وانا هستناك هنا، وانا كان نفسي ارمي افيه هنا الصراحه، بس انا مش فاهم هو ليه فضل في الترعه ومات، وليه رفعت يطلع ويسيب اخوه تحت مع ان النداها مؤيدين ممكن يشيلوها اتنين. الوداع يا رضا والبقاء للاقوى. بعد شهرين من وفاه رضا بيحلم رفعت انه في قصر الامير محمد علي تقريبا، وبيحلم انه بيقابل الجاثوم. فرفعت بيقول له مالك لابس اسود كده ليه بس، وبيجري وراه الجاثوم وبيجري منه رفعت ازيك يا رضا عامل ايه. وبيصحى من النوم مخضوض فبيلاقي الجاثوم على السقف وبيقول لرفعت بخ، فرفعت بيقول له ياما، وبيقول له كمال ان الجاثوم ده حارس الجانب المظلم من الوجود، وانه بيخليك تحس انك صاحي وفايق وعايز تتحرك ولكن بيبقى فيه حاجه مكتفاك ومش عارف تقوم. فرفعت قال له ايوه ايوه انا عارف الاحساس ده، ما بشرب ميه كتير في الشتاء قبل ما انام واصحى في نص الليل. بيقرر رفعت انه يقتل الجاثوم، وبياخد معاه الحلم بلطه وحبل وسكينه، وبيجري ورا الجاثوم والجاثوم بيجري منه ذاكر ادعم ليه. وفي نفس الوقت بتدخل رقيفه وطلعت وهويدا شقته، وبيدخلوا اوضته عشان يطمنوا عليه، وبيشيلوا العده من ايده فبيلاقي رفعت نفسه اعزل، فبيقول للجاثوم معلش والله انا عيل صغير، وبيجري هو وهويدا ورقيفه اللي دخلوا له الحلم من الجاثوم، والجاثوم بيجري وراهم ذاكر ادعم ليه. وبيلاقوا طلعت كمان في الحلم اللي بيسال رفعت معلش يعني هو الحمام من ايه؟ اي بيقتل الجاثوم طلعت في الحلم فبيموت في الحقيقه، وبيفضلوا يصوتوا، فبيفوق رفعت ويقول لهم معلش يا جماعه انا غفلت شويه هو في ايه. بيقرر رفعت انه يروح بيت الخضراوي ويدخله غصب عن ملكه الجديد عشان يشوف سر اللي بيحصل له ده ايه، وبيعرف من الغفير ان ابراهيم صاحب البيت كتبه باسم رفعت وساب له جواب وانتحر. فرفعت قال له طب وجاب صوره بطاقتي منين؟ بيحكي الفقيد لرفعت في الجواب قصته مع البيت ومع شيراز، ويقول له مره زمان وانا قاعد على شط النعنعيه لقيت امي ندهت عليا وقالت لي احنا هنشتغل في السرايا دي. وبيكتشف الولد ان في اوضه سريه تحت الدفايه فيها حفيده الخضراوي بيه من بنته اللي غلطت مع واحد غريب وسابها وهرب، وانه حبس البنت الصغيره عشان الفضيحه. بيتسحب ابراهيم من ورا امه في يوم وبيروح للاوضه، فبيلاقي بنت اسمها شيراز ضحكتها زي الالماز، فبتقول له هاي انا شيراز تحب تلعب معايا استغمايه؟ فقال لها اسف والله بس امي لو عرفت اني شفتك هتديني على قفايا. بس بتصعب عليه فبيقرر انه يساعدها ويحرق البيت عشان يحاول يهربها، بس جدها بيبيعها وامها بتبيعها والخدام بيبيعها والشغالات بتبيعها، فابراهيم هو كمان بيبيعها وبيولع بيها البيت والبقاء للاقوى. ومرت السنين وكبر ابراهيم واشترى البيت وحاول يدور على جثتها وفشل، قام شنق نفسه واتكل على الله. بيقرر دكتور رفعت اسماعيل استاذ امراض الدم والتحليل انه يدور على جثه شيراز لحد ما بيلاقيها، ولكن البيت بيلعب باعصابه ويوري له تهيؤات بتخليه يقرر انه يشنق نفسه. ولكن بتيجي طنط ماجي وتقول له انزل يا رفقت ما تموتش، فبيقول لها للابد ها انزل وهتحبيني للابد، فقالت له وحتى تحترق النجوم وحتى تفنى العوالم وحتى ازيك يا رفعت انا شيراز تحب تلعب معايا استغمايه، فقال لها ما تفهميني والنبي ايه الحكايه. وبتشرح له شيراز
من خلال جسم ماجي انها كل ده بتحاول تساعده وان كل اللي بيحصل له ده سببه لوسيفر. فقال لها لوسيفر الشيطان؟ معقوله يكون طمعان في البدله الكحلي؟ بيطلعوا من البيت وبيقابلوا الصحبه الكريمه، فرائفه بتقول له هي مش البت اللي في ايدك دي ماتت محروقه؟ امال هدومها ما اتحرقتش ليه؟ فقال لها ربنا سترها، هنفضحها احنا. وبيوصل رفعت ماجي للعربيه اللي هتوصلها المطار وبتقول له للابد، ها ستظل تحبني للابد. فرفعت قال لها حتى تحترق النجوم وحتى تفنى العوالم، حتى تتصادم الكواكب وتذبل الشموس، وحتى ينطفئ القمر وتجف البحار والانهار، حتى اشيخ فتتاكل ذكرياتي، حتى يعجز لساني عن لفظ اسمك، وحتى ينبض قلبي للمره الاخيره، فقط عند ذلك ربما اتوقف. ربما لا مفيش اف هنا ولا حاجه، انا بس بحب المقطع ده فحبيت اقوله بصوتي. ويا ريت حد كان بلغهم هما بيسجلوا ان الفعل اللي بعد حتى منصوب مش مرفوع، مش اسلوب يعني. وبيعرف رفعت ان لوسيفر هو لوي اللي سافر معاهم الصحراء، وان في مغامره بقى في الجزء الثاني بقى. شوف ما.